بشكر جدا الدعوة الكريمة الموجهة من الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم على المؤتمر النهاردة. ده المؤتمر الرابع للمحاماة ومنعقد كان النهاردة في مصر. حضروا الحقيقة مجموعة كبيرة جدا من المحامين والأساتذة والمستشارين القانونيين وعلى رأسهم طبعا النقباء العرب للمحاماة. ويمكن النهاردة بالجمع الجميل الطيب الحديث والنقاشات وأوراق الحديث كمان الخاصة كانت الحقيقة ثرية جدا للغاية. يمكن بنشوف منها تنوع خبرات مختلفة وتنوع ثقافات مختلفة، لكن يظل الشيء الوحيد اللي هو يعني الأساس في لمهنة المحاماة هو الشيء الثابت، وأنها مهنة رسالة. الأساس فيها هو القيمة السامية التي يقدمها المحامي باعتباره أنه يعني يدافع عن العدالة ويدافع عن الحق، وبالإضافة كمان إلى أنه التوجهات والتحديات اللي بيواجهها الحقيقة يعني التي تواجهها هذه المهنة بشكل أساسي. ممكن النهاردة الحقيقة المؤتمر كان ثري جدا في الأطروحات اللي تقدمت، النقاشات من السادة الأفاضل يمكن أنا بشوفها الحقيقة مثرية جدا للحوار والاستفادة والمناقشة بتحديات المهنة اللي موجودة خاصة في يعني العصر العولمة والتقنيات الحديثة والارتفيشال انتليجنس، كمان تطرقنا للحديث عنها بالإضافة إلى الدمج والاستحواذ بين مكاتب المحاماة ومدى يعني تطبيق أو قابلية تطبيق مثل هذه الصفقات في وطننا العربي. يمكن من الحقيقة من الرسائل المهمة جدا في المؤتمر النهاردة والتوصيات اللي خرجنا بيها الحقيقة كانت كثيرة جدا، أهمها وهي أن مهنة المحاماة هي مهنة رسالة ومهنة فيها أمانة كبيرة جدا على المحامي، لأنه هو مش بس بيقدم الخدمات القانونية باعتبارها أنها يعني زيها زي أي سيرفيس أو زيها زي أي خدمات أخرى. مهنة المحاماة فيها إيمان بالقضية، مهنة المحاماة فيها مسؤولية هامة جدا قد تكون مختلفة بشكل كبير عن المهن الأخرى، وذلك هي مهنة احترافية بنسميها حتى بروفيشنال، يعني بروفيشنال هي مهنة احترافية جدا فيها قدر كبير جدا من شخصية المحامي وأدائه ومفاتيحه لحلول الإشكاليات والمشاكل. عنده مهارات كمان التواصل مع الآخرين وحل النزاعات بالشكل الودي، أو كمان يعني المهارات الخاصة بالترافع والتقاضي والنزاع. شخصية المحامي بتلعب الحقيقة دور كبير جدا مع مهاراته وأدواته وثقافته وتعليمه، كمان التعليم الحقيقة له طار كبير جدا. يمكن أنا بنصح كمان كل الشباب وكل المحامين اللي لسه متخرجين أو حتى في بداية يعني بداية عملهم في المحاماة إن المهنة دي عايزة كتير جدا من الدراسة، من مواكبة التعلم، من إنك مش بس كمان بتحصل على المعلومات كمعلومات قانونية، أنت محتاج تقرأ وتتعلم في مجالات واسعة ومختلفة كتيرة جدا عشان تقدر تخدم القطاع القانوني وتقدر تخدم كمحامي متميز في وسط الحقيقة أنا بعتبرها يعني منافسة شديدة جدا بين مكاتب المحاماة الدولية والمكاتب المحلية والوطنية اللي موجودة في الوطن العربي. عندنا الحقيقة فرص كتيرة جدا تحتاج إن احنا نقتنصها ونغتنمها، وده يمكن اللي خلانا النهاردة يمكن كانت كلمتي النهاردة بتكلم فيها أكتر على الدمج والاستحواذ بين مكاتب المحاماة. كنت أقصد بأوجه هنا الحديث أكتر على يعني قابلية أو مدى قابلية تطبيق فكرة الدمج والاستحواذ بين مكاتب المحاماة مختلفة في الوطن العربي. هي الفكرة مش حديثة، بالعكس مطبقة وموجودة جدا في المكاتب الأجنبية يمكن أكتر في UK و US، لكن هي مؤسسة على فكرة التوافق، على تنوع الخبرات، على تنوع كمان التوسع الجغرافي بين الدول العربية، بالإضافة لده إلى بتثري جدا في مسألة التخصص. فعلى سبيل المثال محامي متخصص في مجال الشركات، محامي متخصص في مجال القضايا المدنية أو التجارية، العلامات التجارية والنزاعات الخاصة بها والتسجيل فيها، دي خبرات مختلفة وتخصصات مختلفة، التكاتف فيها وإن احنا ندمج ما بين مكتبين أو أكتر، ده الحقيقة اللي يعني ينمي بشكل كبير جداً
فكرة التحدي، فكرة المواصلة التنافسية مع المكاتب الأجنبية. طبعا بشكر جدا كل القائمين على المؤتمر العربي النهاردة في سلسلته الرابعة، وكنت سعيد جدا حقيقة على الحضور النهاردة معكم. شكرا.